الحكم في اليمن لا يختلف عن الحكم في تونس ومصر بالذات، لأن الرجل ضد شعبه وقتل شعبه واعتمد على الخارج، اعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد على السعودية، افتعل أزمات هنا وهناك، الدولة كلها بيد وبيد ابنه وبيد قراباته، قاتل الحوثيين من جهة، قاتل الجنوبيين من جهة، قاتل الناس من جهة أخرى، لكن شأنه شأن بقية الطغاة، لا يريد الاعتراف بأن التغيير سنة إلهية، ولا يريد الاعتراف بأنه واقف أمام الله وليس فقط أمام شعبه.